بقول لحضرتك دلوقتي اخويا بعت لي فلوس دولارات حوالي من بره دولارات، هل يجب استلمها من هنا دولارات واحولها مصري ولا ينفع استلمها مصري على طول؟ ينفع تستلمها مصري على طول، استلمها مصري على طول نعم، التقابض وبعد كده احولها مصري. العلم ان هو اصلا هو محولها اصلا من هناك ريالات، ما فيش مشكله اصلا، هو بيوكل البنك هناك في امرين، في تغيير الريالات الى جنيهات وفي الارسال. مع السلامه.